بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على من كانت معجزته الكلمة وسنده البيان ودليله القول واللسان، وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقال أن للنجاح ثمن وأن للإبداع ثمن أيضا ينبغي على الإنسان أن يدفعه في حياته كي يصل إلى المراتب العليا التي يبتغيها. من هنا وبفضل من الله سبحانه وتعالى ابتدأت امتحانات النهائية لطلبة كلية التربية في جامعة الكوفة منذ يوم 28/5، وما زالت مستمرة لحد الآن. في حقيقة الأمر أن الامتحانات النهائية تمثل عقبة كؤود ومهمة عسيرة لجميع الكليات في جامعة الكوفة، ذلك بأنها تحتاج إلى تهيئة وتنظيم وإعداد مسبق. وعلى الرغم من انشغالي بعمادتين وهما عمادة كلية التربية وعمادة كلية الآداب، إذ كلفت بعمادة كلية الآداب منذ عام كامل، عام دراسي ولحد الآن، فإنه بفضل من الله سبحانه وتعالى تم تخطيط الامتحانات النهائية للكليتين معا، وجرت الأمور على وفق ما يرام، إذ جرى الاستعداد في كلية التربية منذ شهر تقريبا في إعداد القاعات وتهيئة المكيفات وإعداد الكراسي المناسبة للطلبة وتوزيعهم بالطريقة الصحيحة على وفق مبدأ التباعد لأداء الامتحان بالطريقة المناسبة والقانونية والرسمية. فضلا عن هذا وذاك، فهنالك مساعي كبيرة من قبل السيد المعاون الإداري الأستاذ المساعد الدكتور مرتضى العرداوي المحترم، ومن قبل السيدة المعاونة للشؤون العلمية الأستاذ الدكتور قبس إبراهيم المحترمة في إنجاز هذه المهمة على أكمل وجه، إذ استعد منذ شهر تقريبا لإعداد هذه المهمة. لا بد لي من أن أذكر بأن عدد طلبة كلية التربية 4000 طالب ما بين الدراسة الصباحية والمسائية، وهذا اقتضى منا أن نقسم الامتحان على وجبتين، أو كما يقال عرفا على شفتين. تبدأ الوجبة الأولى من الساعة 8:30 صباحا وتنتهي الساعة 11:30 ظهرا، وتبدأ الوجبة الثانية من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 3 بعد الظهر. هذا يتطلب منا المواظبة والاستمرار والتواجد بصورة دائمة من قبلي ومن قبل المعاونين ومن قبل السادة رؤساء الأقسام واللجان الامتحانية واللجان التدقيقية، إذ كل يعمل إلى وقت متأخر من مساء كل يوم. فضلا عن هذا وذاك، فقد قامت الكلية بإعلان الشروط التي ينبغي توفرها للطالب من أجل أداء الامتحان، وتم إعلان السعيات قبل مدة مناسبة من الامتحانات كي يعرف الطلبة مقدار جهودهم وإنجازاتهم خلال العام. يزاد على هذا وذاك، فإننا نقوم بزيارات دورية في كل يوم لجميع القاعات تقريبا من أجل الاستيثاق والتأكد من تهيئة القاعات بالصورة المناسبة وتوزيع المراقبين بالطريقة الصحيحة وعملية أداء الامتحان من قبل الطالب بحيثية مناسبة ومريحة له. وقد تمت زيارة السيد رئيس الجامعة المحترم لكليتنا في أثناء الامتحان، وتم زيارة السيد المساعد العلمي المحترم أيضا لكليتنا، وبقي وقت طويل وكان هنالك تور كما يمكن أن يقال على القاعات وزيارات مستمرة وتواصل دؤوب من قبل الجامعة مع كليتنا. نحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا أنه انتهت نصف المهمة لحد الآن، فقد أنجز الطلبة نصف امتحاناتهم تقريبا، وبقي النصف الآخر الذي سيكتمل بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. الأستاذ الدكتور سيروان عبد الزهرة الجنابي عميد كليتي التربية والآداب، شكرا جزيلا.